السلام عليكم، شلونك عمي فراج؟ معاك ولدك محمود المهتدي من الكويت. يا اهلا ومرحبا، يا حياك الله اخي محمود. شوف عمي حبيب، طبعا انت دين الشيعة تو الكل عارفين، يعني يتبعون ناس يؤمنون بتحريف القرآن. يقول ان هذا الخبر وكثير من الاخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره. يعني هذا الذي بايدينا اولا ناقص منه، واللي موجود ام شنو؟ تقول ليش تتهم المجلسي؟ بابا انا وين متهمه؟ وهذا كلامه. القائل بعدم تحريف القرآن كافر. كل من لا يؤمن بوقوع التحريف في القرآن فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله. فسالفة باهتوهم وهذا ترى عندهم شيء عادي، إذا هم كذبوا الله والرسول. ولما نجيب لهم أدلة من كتبهم، كتب الشيعة كاملة، إن بتحريف القرآن، يقول لك لا هذيلي ناس مجتهدين. زين أنت قاعد تأخذ دينك من منهم؟ ما قاعد تأخذ دينك منهم. 1246، هل يجوز سب أهل البدع والريب ومباهتتهم والوقيعة فيهم؟ مباهتة شنو هي يا عزيزي؟ بهتان، مو إقامة الحجة. التفت جيدا. قال الخوئي: إذا ترتب ردع منكر على تلك فلا. صاحب الجواهر بصفة يقول: بل أفضل القرآن. بينكم وبين الله بعد تنفع لها 1000 مؤتبر للتقريب أو لا ينفع؟ لماذا؟ لأنه يقول بابا هذول دي ينافقون، هذول يسوون تقية علينا، يكذبون علينا، لأن الكذب عندهم ما هو؟ من أفضل القربات. فيتبعون ناس يؤمنون بتحريف القرآن وهم يأخذون منهم الدين. فلما تقول له المرجع الفلاني أو المرجع الفلاني يقول هالشيء، يقول لك لا عادي اجتهد. زين انت تاخذ دينك من انسان يؤمن بتحريف القرآن، يعني انت لا تتبع الرسول ولا الله. فهمت علي عمي؟ والرسول شنو قايل بالقرآن؟ شوف القرآن نور وشمس. بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أنتوا تقولون تتبعون الرسول، الرسول يقول لكم القرآن ما هو محرف، القرآن كامل. الله قال إن نحن نزلنا الذكر وإننا لحافظون. كل هذا وتجيب لهم أدلة، لكن سبحان الله يا عمي هما ما قاعد يدورون الحق. يا محمود، أنا كسني أنا ما عشت يعني الجو هذا يوم من الأيام، جو أني أكون يعني أعيش على الكذب وأمارس حياتي كلها بهذه الطريقة. ليش راضين بهالحياة هذه؟ ليش راضين بهذا النهج الكذب والافتراء والبهتان والعيش على ذلك؟ شنو السبب؟ شوف عمي، ناس تعبوا عاطفة. يعني احنا في الحسينيات، انا قلت لك كنت 15 سنة في حسينية. عمي للأمانة فقط مظلوميات، والله يشهد على كلامي، معبيين كره لأمنا عائشة والصحابة جميعا، إلا 3 أو 4 اللي هو أنت تعرفهم، أبا ذر وسلمان، وأنت تعرفهم. إيه نعم، والمقداد يعني وعمار. وإحنا بعاد عن القرآن كثيرا عمي. فأهم الحين لو تجيب لهم آية تقول له آية تثبت أن الله يقول لا تستغيث من غيري، لا تدعي لغيري، لا تعبد غيري، لا تدعو مع الله أحدا، وكل اللي تدعوه عباد أمثالكم، كل هذا تثبت لهم، يلف ويدور لأنه ما يبي الحق يا عمي. ليش؟ هذه النقطة اللي أبيها. ليش إذا صار الحق واضح ونجيب آيات من القرآن للشيعي أو بعض الشيعة، لأن يعني بعضهم الحمد لله يهتدون ويستفيدون الحقيقة، لا للمعاندين منهم، ليش يلف ويدور؟ لأنه ما يبي الحق يا عمي، هو تربى على كره الصحابة. هو الحين لو تثبت لنا علي بن أبي طالب ناسب الصحابة، الصحابة ناسبه وأهل البيت، ما يتقبل هالشيء، يقول لا، لأنه هو خلاص ربع على هالشيء. إلا الإنسان اللي يدور الحق لما يكون قلبه سليم الله رح يكون معه ويساعده. لكن هم يدخلون فقط، لاحظ يا عمي، أول شيء يغلطون على أم عائشة، يغلطون على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني يبين من أسلوبه أنه هو مو داخل يبي الحق، محمود داخل بس يشتم. محمود، اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته وأصحابه. مر عليك معمم شيعي مسمي ولده عمر؟ لا. طيب، علي بن أبي طالب مسمي عمر على عمر بن الخطاب، ولذا كافأه عمر بأن نحل، يعني أعطى وأهدى الغلام هذا عمر مولى له اسمه مورك، أهداه إليه لأن علي سمى عمر على عمر بن الخطاب. الحسن بن علي مسمي عمر، الحسين مسمي عمر، علي بن أبي طالب عنده 3 أولاد، أبو بكر، عمر، عثمان، جاية مصادفة هذه؟ الحسين عنده ولدين، أبو بكر، عمر، مصادفة هذه؟ طيب، هناك عدد من الأئمة كان عندهم ابنة وحيدة، يعني الكاظم أظن كان عنده ابنة وحيدة اسمها عائشة،
وأظن الرضا، وكذلك هم ما يسمون عائشة، ومعلوم صحيح أنهم يكرهون هذا الاسم. طيب أنتوا على أي ملة؟ دولي على غير عقيدتكم. تفضل. ودي أقول أهم شيء عمي أضيف، يعني شوف لعقلاء الشيعة هالكلام أتمنى يسمعوني. أنتوا طبعا تعرفون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليه السلام زوج بنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب، فأنا بعطيكم إلزام أبيكم تفكرون فيه بالمنطقية. إن كان علي بن أبي طالب زوج بنته حق كافر بمعتقدكم، يعني علي بن أبي طالب إنسان خالف الله لأنه ما يجوز لمسلم يعطي بنته لإنسان كافر، أو تقولون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنسان طاهر وهذا الشرف لأهل البيت أن يناصفون إنسان طاهر. محمود، فعندكم حل من الاثنين. محمود، أنت لما كنت شيعي، لما كنت شيعي وكنت في الحسينيات و15 سنة في الحسينيات، ما طرحت يوم من الأيام هذا السؤال على معمم؟ يردون علي يقولوا لي مو صحيح مو صحيح، وأنا ما كنت أقرأ كتب. لما قريت الكتب لقيتها موجودة في كتبنا انصدمت، قلت ليش ليش يكذبون، ليش ليش شنو مستفيدين؟ فسبحان الله بعد بحثي وبعد ما التقيت بشيخي عثمان الله يحفظه يا رب ساعدني بآيات وساعدني كثير لين الله هداني. عثمان الخميس أدور على الحق. أي نعم الحمد لله. نعم زين عمي، وأبيك بس تسأل شيعي لله، يعني أنا شوف أبيهم بس يشغلون مخهم. سألت شيعي مرة شنو أركان الإسلام، شنو رد علي؟ قال لي الجهاد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وين الجهاد؟ نسى الشهادتين. تمام عمي. وشان أسأله شنو أركان الإيمان، طبعا أركان الإيمان موجودة سورة البقرة آية 177 تدل الله عز وجل قال الإيمان بالله وباليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر. وين الإمامة؟ هذا شيء لازم رب العالمين يذكره لأن في جنة ونار. وين الإمامة؟ وين الله يهديهم بس إن شاء الله لو يقرون قرآن اللي هم أبعاد عنه بس يحطونه ليلة الثامن أو مقتل أبو الفضل العباس يحطون القرآن فوق راسهم بخرجة خضرة وبس يفترون مع الصينية. هذا هذا هدف القرآن بحياتنا. فيها الصينية؟ فيها الصينية؟ الصينية إيش فيها؟ صينية حزن فوقها أكل وكذي نفتار بعدين نوزع أكل بس. هذا القرآن هذا هدفه عليه خرجة خضراء ومحطوط في البيت أو بالحسينية نفتر فيه. لكن تي تقول له رب العالمين ذكر أركان الإيمان كاملة في الآية، وين الإمامة؟ إذا شيء مهم في جنة ونار الله ما راح يظلمني، ليش ما كتبه؟ ليش الله ما ذكرها في القرآن؟ طيب. أي والله لا إله إلا الله. الله يعطيك العافية أخي محمود وبارك فيك، أسأل الله يثبتنا وإياك. حبيبي عمي وأحبك في الله أحبك. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم. آمين. أنا آسف طولت. آمين. مع شكرا. السلامة حبيبي. شكرا 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 حفظك الله أخي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.